أهلا بكم. عندنا النهاردة درس جديد في مادة الرياضيات بعنوان العلاقة بين مساحتي سطحين مضلعين متشابهين. العلاقة بين مساحتي سطحين مضلعين متشابهين. أول حاجة عندنا هنا النسبة بين مساحتي سطحين مثلثين متشابهين. النسبة بين مساحتي سطحين مثلثين متشابهين. عندنا في النقطة ديت نظرية. النسبة بين مساحتي سطحين مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما. النسبة بين مساحتي سطحين مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما. يعني إيه الكلام دوت؟ عندنا هنا المثلث ألف ب ج والمثلث د ه واو. المثلث د ألف ب المثلث ألف ب ج يتشابه مع المثلث د ه واو. د ه واو يعني المثلثين دول متشابهين. عندنا هنا بما أن المثلثين دول متشابهين إذا مساحة المثلث ألف ب ج مساحة المثلث ألف ب ج على مساحة المثلث د ه واو هتساوي عندنا هنا إحنا قلنا في النظرية إن هي مربع النسبة. مربع النسبة عندنا هنا ألف ب على د ه تربيع. ألف ب على د ه تربيع بيساوي برضو ب ج على ه واو تربيع. عندنا هنا ألف ب مع د ه تربيع. عندنا هنا دوت التربيع وما ينفعش أقوم قايلة ألف ب على ه واو، لازم تكون الضلع المناظر للضلع اللي أنا قلت عليه ألف ب د ه ب ج ه واو ج ألف واو د. وطبعا لازم يكون تربيع في المساحة. نيجي عندنا هنا لاحظ أنا. النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين ارتفاعين متناظرين فيهما. زي ما احنا قلنا كده ان عندنا النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة. عندنا هنا اتنين. النسبة بين محيطين مثلثين متشابهين تساوي النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما. هنشوف عندنا هنا ألف ب ج ودال ه واو. عندنا بما أن ألف ب ج ودال ه واو متشابهين إذن فمساحة ألف ب ج على المثلث دال ه واو بتساوي اللي هو عندنا الارتفاع دوت ألف س على دال س. ألف س على دال ص، يبقى لازم ألف س على دال ص لأن دوت الارتفاع زي ما احنا قلنا على الارتفاع اللي بيبقى فيه المثلثين المتناظرين. عندنا هنا إذن مساحة المثلث ألف ب ج على مساحة المثلث د ه واو بتساوي ألف ب على د ه تربيع بتساوي ب ج على ه واو تربيع ب ج على ه واو تربيع وبتساوي ج ألف على د على واو د تربيع. وعندنا هنا بتساوي الألف س على د ص تربيع. يعني هنا ألف ب ج ودال ه واو. عندنا محيط ألف، احنا قلنا المساحة والمحيط لازم نفرق بين المساحة والمحيط. كل الفرق بس عندنا هنا في المساحة والمحيط عندنا بنشيل التربيع. عندنا محيط مثلث ألف ب ه ج مع محيط المثلث دال ه واو بتساوي ألف ب على دال ه على نفس اللي احنا قلناه، بس هنا شلنا التربيع اللي كان محطوط في المساحة. ألف ب على دال ه بتساوي ب ج على ه واو بتساوي ج ألف على واو دال بتساوي ألف س على دال ص. نيجي بقى هنا عندنا مثال. في الشكل المقابل اللي هو ألف ب ج مثلث ألف ب ج عندنا ألف د على د على د ب بتساوي 3 على 4 وعندنا د ه بتوازي ب ج. ألف د على د ب بتساوي 3 على 4. ألف د عندنا ألف د على ألف ب على د على د ب بتساوي 3 على 4. عندنا كده مدام لو قلنا مثلا الألف دال بتساوي 3 سنتي يبقى عندنا ألف ب بتساوي 7 سنتي، لأن عندنا هنا دال ب بتساوي 4 سنتي. إذا كانت مساحة المثلث ألف دال ه بتساوي 144 سنتي، عندنا المثلث ألف دال ه مساحته 144 سنتيمتر مربع. أو مساحة المثلث ألف ب ج مساحة المثلث ألف ب ج عندنا هنا وجب لنا مساحة المثلث الصغير اللي هو ألف د ه، مساحة المثلث ألف ب ج ومساحة شبه المنحرف اللي هو د ب ج ه. نيجي بقى هنا عندنا الحرف.
د ه يتوازى مع ب ج. إذا المثلث أ د ه يتشابه مع المثلث أ ب ج، طبعا دي نتيجة. يعني ما دام عندنا هنا ما دام في توازي بين المستقيمين عندنا، إذا فالمثلث أ د ه اللي هو المثلث الصغير بيتشابه مع المثلث اللي هو كبير أ ب ج. يبقى عندنا هنا إذا مساحة المثلث أ د ه، هو طالما إن هنا مساحة المثلث أ ب ج، مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث أ ب ج هتساوي أ د على أ ب تربيع. دي طبعا نظرية. وعندنا إذا 144 احنا كده هنشيل مساحة المثلث أ د ه ونحط بدل ما دام هو قال لنا هنا 144 سنتيمتر مربع نحط 144 على مساحة المثلث أ ب ج، على مساحة المثلث أ ب ج بتساوي 3 على 7. زي ما احنا قلنا هنا، لو قلنا إن أ د بتساوي لو قلنا إن أ د بتساوي 3 سنتي وقلنا إن د ب بتساوي 4 سنتي، إذا فأ ب بتساوي 7 سنتي. يبقى هنا حطينا 7 سنتي، وعندنا هنا التربيع يبقى 3 تربيع 9، وهتبقى عندنا 49. يبقى 144 على مساحة المثلث أ ب ج بتساوي 9 على 49، وهنعمل هنا مصادين في الطرفين، فهتكون عندنا إذا مساحة المثلث أ ب ج اللي هو طلبه مننا هنا بتساوي 144 في 49، 144 في 49 مستطيل في الطرفين على 9، تساوي لنا هنا 784 سنتيمتر مربع. نيجي هنا عندنا مساحة شبه المنحرف. عندنا هنا احنا شفنا المثلث بتاعنا مساحة شبه المنحرف أ ب ج. طب احنا هنا طلعنا المثلث أ ب ج اللي هو المثلث كبير، وعرفنا المثلث الصغير هو 144 سنتي، هنقوم عاملين عاملين الطرح مساحة المثلث أ ب ج ناقص مساحة المثلث أ د ه هتساوي لنا عندنا 784 ناقص 144 هتساوي 640 سنتيمتر مربع، وهو المطلوب. نيجي بقى هنا عندنا النسبة بين مساحتي سطحين مضلعين متشابهين، كانت هي في الأول احنا قلنا النقطة الأولى. نيجي عند النقطة الثانية، النسبة بين مساحتي سطحين مضلعين متشابهين. عندنا هنا نصيب النسبة بين مساحتي سطحين مضلعين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما، بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما. يبقى النسبة بين مساحتي سطحين مضلعين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما. نيجي هنا عندنا هنا المضلعين، المضلع أ ب ج د ه، أ ب ج د ه، وعندنا المضلع الثاني اللي هو أ داش و ب داش و ج داش و دال داش و ه داش. يبقى المضلعين هنا متشابهين زي ما احنا برضه اتكلمنا في المثلث. يبقى عندنا هنا بما ان المضلعين متشابهين، اذا المضلع أ ب ج د ه، أ ب ج د ه على المضلع أ داش و ب داش ج داش د داش و ه داش، ما دام هما الاثنين على بعض هتساوي أ ب على أ داش ب داش تربيع، تساوي نفس الكلام اللي احنا قلناه في المثلث. مثلا هنا ب ج على ب ج داش وتربيع بتساوي ج د على ج داش د داش تربيع، بتساوي د ه على د ه بتساوي د ه على د داش ه داش تربيع. وعندنا هنا اذا محيط المضلع ا ب ج واو ه، ا ب ج د ا ب ج د ه على محيط المضلع أ داش ب داش ج داش د داش ه داش تساوي أ ب على أ داش ب داش بتساوي ب ج على ب داش ج داش بتساوي ج د على ج داش د داش بتساوي د ه على د داش ه داش. عندنا هنا بقى مثال، عندنا مثال عن مضلعين، مضلعان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما 3 إلى 2، ضلعين متناظرين فيهما 3 إلى 2، وكانت مساحة المضلع الأول 135 سنتيمتر مربع، 135 سنتيمتر، فأوجد مساحة المضلع الثاني ومحيط المضلعين. نبقى هنا الحل، المضلعان متشابهان بما أن المضلعان متشابهان، إذا مساحة المضلع الأول على مساحة المضلع التالي بتساوي 3 على 2 تربيع، 3 على 2 تربيع، ومستطيلين في الطرفين زي ما احنا قبل كده 135 4 وعلى 9 هتساوي عندنا هنا 60 سنتيمتر مربع. وعندنا هنا محيط المضلعين انتوا هتحلوه وتبعتوا عنه تحت
الفيديو. واحنا كده عرفنا العلاقه بين مساحتي سطحين وضلعين متشابهين، عندنا مثلثين متشابهين وضلعين متشابهين. وبكده نكون خلصنا درس النهارده، ونقابلكم في درس جديد معنا فهم نتعلم بالظبط.